لمزيد من التفاصيل حول فعاليات المنتدى الحضري العالمي تنضم إلينا على الهواء مباشرة الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية اطلعينا على أبرز ما لديك من أحداث. نعم أميرة، بالفعل نتابع معكم أعمال الدورة 12 من المنتدى الحضري العالمي في يومه الأول. هذا المنتدى الذي يقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. هذا المنتدى الذي يستمر من الرابع حتى الثامن من الشهر الجاري بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون بالطبع مع الحكومة المصرية التي تستضيف هذا المنتدى في هذه النسخة. الحقيقة هناك مشاركة واسعة في هذه النسخة من المنتدى، فكما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن هذه النسخة بتشهد الإقبال الأكبر مقارنة بالنسخ السابقة، فهناك مشاركة واسعة لوفود أممية ودولية وأيضا ممثلي حكومات وطنية وإقليمية. نتحدث عن أكثر من 35 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم. أما عن الفعاليات فهي متنوعة وتستمر على مدار 5 أيام، وهي مدة انعقاد هذا المنتدى. نتحدث عن أكثر من 500 فعالية متنوعة ما بين جلسات نقاشية وحوارية وأيضا مائدة مستديرة خاصة بالخبراء والوزراء، إلى جانب المعرض الذي يقام على هامش هذا المنتدى. بيتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات في هذه النسخة، متحدث عن ما يتعلق بالتحديات الحضرية العالمية وأيضا إيجاد الحلول لأزمة الإسكان العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات حول التنمية الحضرية والمستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة. بنشير إلى أن مصر بتستضيف أو تعتبر أول دولة إفريقية بتستضيف هذا المنتدى منذ الدورة الافتتاحية التي كانت في دولة كينيا منذ 20 عاما، وأيضا ثاني دولة عربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العشرين والنسخة العشرين من هذا المنتدى. والحقيقة أنه القيادة السياسية بتعطي اهتمام كبير لاستضافة هذا المنتدى العالمي، والذي يأتي كثاني أهم حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ والذي استضافته مصر في نسخة سابقة، وبيعتبر أيضا بمثابة منصة تستطيع مصر من خلالها استعراض التنمية الحضرية والعمرانية التي قامت بها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، ما يتعلق بالقضاء على العشوائيات، أيضا التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية من الجيل الرابع والخامس، وما حققته من إنجازات في هذا الشأن. أيضا اختيار مصر لاستضافة هذه النسخة بيعكس الثقة الموجهة لمصر لما لها من دور ريادي واستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي. منذ الصباح كان هناك عدد من الفعاليات التي تابعناها، يمكن البداية كانت مع رفع أعلام مصر والأمم المتحدة للإعلان عن انطلاق فعاليات هذا المنتدى. أيضا تابعنا منذ قليل أول مؤتمر صحفي خاص بهذا المنتدى والموجه لوسائل الإعلام المحلية وبالطبع الدولية لما لهذا الحدث من يعني اهتمام عالمي بهذا الحدث العالمي. وكان هذا المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا السيدة أنا كلاوديا، وهي تعتبر يعني ممثل والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالطبع بصحبة وزيري الإسكان والتنمية المحلية. كان هناك عدد من التصريحات الخاصة بهذا المنتدى، فأكدت السيدة أنا كلاوديا على أن هذا المنتدى بيعمل على الاهتمام بثلاثة موضوعات رئيسية تتعلق بمواجهة التحديات الخاصة بالإسكان، وأيضا العمل على حل الصراعات، وأيضا ما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية. وتأمل مع نهاية هذا المنتدى أن يتم الوصول إلى ميثاق يتم وضعه للتعامل مع كل هذه الموضوعات الهامة. وبالطبع هنأت الحكومة المصرية على الجهود الكبيرة التي قامت بها لاستضافة هذا المنتدى، وفي
المقابل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أنه يعني استضافة أو اختيار القاهرة لاستضافة هذا المنتدى بيعكس الطاقة الكبيرة الموجودة لمصر خاصة مع ما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية، وأنه سيكون هناك فرصة للمشاركين لزيارة المشروعات المتعلقة بالتنمية الحضرية والعمرانية على أرض الواقع، وهو ترجمة إلى ما يسعى إليه هذا المنتدى. يعني إذن على مدار اليوم والأيام القادمة نحن في متابعة حدث عالمي بتقيمه الأمم المتحدة منذ عام 2001 مرة كل عامين، بيهدف إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة عن طريق التبادل الخبرات والتعاون بين مختلف المؤسسات، القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، الكل يجتمع من أجل تحقيق تنمية حضرية وعمرانية. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو.